بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السادة المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذه حلقة جديدة من حلقات برنامجكم مع التلاوة على قناتكم قناة الناس، والتي تقدم كل ما ينفع الناس. ونسأل الله عز وجل في بداية هذه الحلقة أن يرفع الغمة عن الأمة، وأن يحفظنا وإياكم بالقرآن الكريم، وأن يجعلنا وإياكم مع السفرة الكرام البررة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. واليوم بمشيئة الله تعالى مع الآيتين السادسة والخامسة من سورة التغابن، الخامسة والسادسة من سورة التغابن، نتلوها على حضراتكم، ونرجو من حضراتكم، وهذا الرجاء منذ زمن، منذ أن بدأ البرنامج نطلب من سيادتكم جميعا الحاضرين واللي بيشوفونا، إنهم صوت التلفزيون لابد وأن يكون منخفض، تسمعونا من السماعة وتتكلموا معانا، بتتواصلوا معانا، لو في أي خطأ بنرددوا مع بعض، أو يعني نصلحوا البعض لو في أي خطأ، ما فيش أخطاء، بنشكركم على كده وجزاكم الله خيرا. نسمع مع بعض الآيتين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. الخطاب في الآية الخامسة لكفار قريش. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل، ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستجيبون لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعاهم لما يحييهم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. كما نسأله أيضا أن يجعلنا وإياكم من المحافظين على آداب تلاوة القرآن الكريم، نحرص جميعا عندما نفتح المصحف يكون في مكان طاهر مستقبلين القبلة، ونقرأ بالأحكام التي جاء بها القرآن الكريم والتي تعرفنا عليها في حلقات سابقة، سواء كانت أحكام وقف أو أحكام ابتداء أو أحكام مخارج أو صفات أو أحكام غنة أو أحكام نون ساكنة أو تنوين أو أحكام ميم ساكنة أو أحكام خاصة بالمد أو القصر، كل ذلك لابد من الأخذ به أثناء التلاوة. قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. حق التلاوة معرفة الوقوف ومخارج الحروف وصفات الحروف. ونسأل الله أن يعلمنا جميعا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. معنا الأستاذة أمال من القاهرة، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات
فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. أحسنت يا أستاذة أمال، بس صفة الحرف بتاعت فذاقوا دي، فذاقوا هنخليها مرققة شوية، نقول فذاقوا فذاقوا، لأنه الذال من حروف الاستفال يعني الحروف المرققة، لو كان من الحروف المفخمة كان ينفع نقول كده فذاقوا فذاقوا، لا ولما هتسمعي نفسك هتعرفي إيه الصفة بتاعت الحرف دي شكلها إيه. أستاذة إيمان من القاهرة اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. تمام يا أستاذة إيمان، ولكن هي بأنه مش بأنهم، ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم. بارك الله فيك. معنا الحاجة جمالات أم عصام اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللي بتصل بهم بيقولوا لي انت ليكي مره واحده بس في الاسبوع، ينفع يا شيخ؟ نعم اتفضلي اقرأي. تقرأي مره. طيب حاولي معانا مره تانية يا حاجه جمالات. معانا الاستاذه ميرفت من الغربيه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. أحسنت يا أستاذة ميرفت. أستاذة عزة من الفيوم اتفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبركاته. أهلا، تحياتي لحضرتك وتحياتي لجميع العاملين بالقناة. جزاكم الله خيرا، تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. أحسنت يا أستاذ عزة، وخلي بالك من صفات الحروف برضو، فذاقوا ما نقولش فذاقوا، نقول فذاقوا فذاقوا وإحنا مبتسمين كده فذاقوا. معنا محمد من الغربية اتفضل يا محمد. السلام عليكم. عليكم السلام يا حبيبي ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا فكفروا وتولوا
أغنى الله والله غني حميد. بارك الله فيك يا محمد، وخلي بالك من الإخفاء الشفوي، رسلهم بالبينات. في غنة حركتين عدت منك النهاردة يا محمد، جزاك الله خير، وجزا الله أهل القرآن كل خير. فاصل قصير ونواصل بعده الحلقة، فكونوا معنا إن شاء الله. عدنا إلى حضراتكم مع أسماء من الفيوم، اتفضلي يا أسماء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم، ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. شكرا يا أسماء، تلاوة طيبة، بس خلي بالك مش تأتيهم، تأتيهم. معنا الأستاذة ليلى من الجيزة، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم، ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. برضو خلي بالك يا أستاذ علالة، أنت بتقري معانا على طول وباستمرار، خلي بالك من صفات الحروف، ما نقولش فقالوا فقالوا أبشر، مش أبشر، فقالوا أبشر، الهمزة لازم نبتسم وإحنا بنقول فيها أبشر يهدوننا. لكن جزاك الله خيرا على اهتمامك، ودايما بتتصل بينا. معانا الحاجة سعاد من الجيزة، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا فندم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم، ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. جميل يا حاجة سعاد، بس خلي بالك من فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. وبعدين ما قالوش ذلك بأنه كانت تأتيهم، لا، ذلك بأنه على طول، ما نخليش أي مدة بعد الفتحة بتاعت الكاف بتاعت ذلك. معانا الحاجة عدلية، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم من قبل يا حاج عدلي من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم، تمام، ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. أحسنت يا حاجة عدلية، خلي بالك اللام المشددة
ما بنستناش عليها. انت استنيت عليها حركة كده؟ لا، ما نستناش. فكفروا وتولوا واستغنى الله. جزاك الله خيرا. معنا الحاجة نادية من القلبية، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. أحسنت يا حاجة نادية، بارك الله فيك، ربنا يتقبل منكم جميعا. ورجعت لنا تاني الحاجة جمالات، تفضلي يا أم عصام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. أحسنت، بارك الله فيك يا حاج جمالات، وبارك الله في أهل القرآن جميعا. معانا أمل، اتفضلي يا أمل. أمل السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. سمعتك يا أمل، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي. اقفل التلفزيون ونبدأ على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. يا أمل، احنا كنا عايزينك تقول الآيتين مش آية واحدة. بارك الله فيك يا أمل، ده بسبب التلفزيون. الحاجة حبيبة من الجيزة، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا فندم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. أحسنت يا حاجة حبيبة، وخلي بالك بس من الغنة، أنت واضح أنك أنت عايزة تطلعي صفات الحروف كلها جميلة والقراءة جميلة ما شاء الله، لكن لما نقول من قبل ما نخليهاش غنة مخففة، لا خليها غنة مغلظة، علشان القاف من حروف الاستعلاء أو من حروف التفخيم، فحتى الغنة لما تيجي تدخل الغنة في القاف بتبقى غنة مغلظة أيضا. بارك الله فيكم جميعا. الأستاذ علي من الشرقية، تفضلي. السلام عليكم. عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا فندم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم.
ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. قراءة طيبة، ورجاء كمان من البرنامج بيقول لك يعني اعملي بحديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. بارك الله فيكم جميعا. سمية أيضا من الشرقية، تفضلي. يلا نبدأ على طول. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأتيكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. أستاذة سامية بارك الله فيك على جهدك، وجهدك مشكور طبعا، لكن لو كنت سمعتي الأستاذة علي من الشرقية أيضا قبل منك، يعني نفسي تسمع الحلقة تاني علشان خاطر تقرأي قراءة أفضل من هذه القراءة، فيها مخارج صحيحة، فيها صفات صحيحة، فيها أحكام صحيحة أيضا. نسأل الله لكم جميعا التوفيق. فاصل قصير ونواصل بعده الحلقة، فكونوا معنا إن شاء الله. عدنا إلى حضراتكم مع الأستاذة سهير من القاهرة. تفضلي يا أستاذة سهير. السلام عليكم ورحمة الله عليكم وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. صدق الله. ما شاء الله يا أستاذ سهير. أستاذ أسماء من القاهرة أيضا، تفضلي. تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نبدأ على طول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله فكفروا وتولوا حميد. أحسنت بارك الله فيك يا أسماء. خلي بالك، فكفروا وتولوا واستغنى الله. بارك الله فيك. معنا حبيبة، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. بارك الله فيك يا حبيبة. بس بعد كده نقفل صوت التلفزيون خالص ونسمع بعض من السماعة. انت قراءتك جميلة جدا، وأحكامك جميلة، وحروفك جميلة كمان. سهام من الجيزة، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. ما شاء الله، قراءة طيبة يا أستاذة سهام. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. كاميليا من دمياط اتفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي يا أستاذة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. خلي بالك أستاذة كاميليا، أنت قريتي حلو بس في كلمات كده يعني محتاجة ضبط شوية، زي رسلهم. بارك الله فيك وبارك الله في أهل القرآن جميعا. الأستاذة نادية من القاهرة، يلا تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. بارك الله فيك يا أستاذة نادية، بس كنا عايزين الأحكام، يعني أحكام التلاوة مش موجودة، الغنة مش موجودة، يا ريت تحافظ على الغنة، والمرة الجاية إن شاء الله نسمع منك إن شاء الله القراءة بالغنن وبالمدود وبكل حاجة. معنا مريم أسيوط، تفضل يا مريم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. بارك الله فيك يا مريم، إن شاء الله المرة الجاية أحسن كمان بإذن الله. أنيسة من القليوبية تفضلي. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. بارك الله فيك يا أستاذة أنيسة، والمرة الجاية أفضل إن شاء الله. معانا بسمة من أسوان، يلا يا بسمة. طيب معانا عمر، حاولي تتصلي تاني يا بسمة. يلا يا عمر. طيب معانا عمر، حاولي تتصلي تاني يا بسمة. يلا يا عمر. بسم الله الرحمن الرحيم. التلفزيون يا عمر. طيب شكرا يا عمر، بارك الله فيك. احنا من اول الحلقة بل من اول ما بدأ البرنامج وبنقول نوطي صوت التلفزيون ونسمع بعض من السماعة علشان الاتصال يبقى مفيد. في كلمة انا نطقتها خطأ يبقى نصلح لبعض الخطأ، ولو حتى علشان كمان انا حتى ما برضاش ارد حد اثناء التلاوة، بخلي الردود بعد التلاوة ما تخلص علشان البرنامج وقته ثمين جدا. معانا بسمة رجعت تاني، يلا يا بسمة. اتفضلي يا بسمة.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا استغنى الله والله غني حميد. عموما احنا هنسامحك يا بسمة عشان انت طفلة صغيرة وسنك صغير، اكيد احنا مسامحينك في الاحكام اللي انت تركتيها دي، بس ان شاء الله المرة الجاية هتقرأي معنا بالاحكام افضل من كده بكتير. فاصل اخير ونواصل بعده الحلقة، فكونوا معنا ان شاء الله. الحمد لله في الاولى والاخرة، عدنا الى حضراتكم مع الاستاذ عزة من الاسكندرية، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأتيكم نبأ الذين كفروا من قبل أشاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كان تأتيهم رسولهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. بارك الله فيك يا استاذ عزة، جزاك الله خيرا. لو حضرتك يعني تسمعيني انا هقراهم تاني علشان خاطر فيه بعض يعني الضبط لبعض الكلمات مع بعض الاحكام، هقولهم تاني. اسمعيني وكلكم اسمعوني، المشاهدين الكرام اسمعوني وقولوا زيي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. ربنا قال لنا كده في القرآن الكريم، ورتل القرآن ترتيلا. معانا عبد الرحمن، اتفضل يا عبد الرحمن. ألم يأتكم يا عبد الرحمن ألم يأتكم على طول، ما فيش غنى يا عبد الرحمن، وياريت لو التلفزيون صوته عالي وطيه. أيوة. نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. عندك كم سنة يا عبد الرحمن؟ 9 سنين. طيب ده انت راجل كبير اهو، 9 سنين ما شاء الله، انت المرة الجاية تقرأ احسن من كده ان شاء الله بإذن الله. طيب صبرة، تفضلي يا صبرة من القاهرة ايضا. اعوذ بالله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. أحسنتي، بارك الله فيك يا أستاذة صبرة. معنا صفاء كمان من القاهرة، تفضلي. صفاء معنا؟
ايوه انا صفاء. طيب اتفضلي طيب يا فندم، اقفلي صوت التلفزيون ومن السماعه واتفضلي ابداي على طول. حاضر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الم ياتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب اليم، ذلك بانه كانت تاتيهم رسلهم بالبينات فقالوا ابشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. جميل جدا يا استاذه صفاء، تلاوه طيبه بارك الله فيكي. استاذه اسماء من الاسماعيليه اتفضلي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأتكم الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم، ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. بارك الله فيك يا أستاذ أسماء، خلي بالك من بعض الكلمات، عايزة ضبط. رسولهم، جزاك الله خيرا. هدى تفضلي يا استاذة هدى. ايوه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم، ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. أحسنتي بارك الله فيك. معنا محمد من المنيا، تفضل يا محمد. ألو. تفضل يا حبيبي، ابدأ على طول. أقرأ. اتفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأتكم نبأ الذين من قبل كفروا من ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ما تقول ورايا يا محمد، انت مش سمعني لانك فاتح التلفزيون للأسف. محمد سمعني؟ أنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فقالوا أبشر يهدوننا. شكرا يا محمد، جزاك الله خير يا حبيبي بارك الله فيك. حاول تتصل مرة تانية وتسمعنا من السماعة علشان أصلح لك حتى الأخطاء اللي معاك. يعني احنا كلنا بنتعلم، ده اسمه برنامج تعليمي، بنتعلم ازاي نرتل القرآن، كيف نقرأ كتاب الله. هذا دي مهمة البرنامج الأولى، كيف نقرأ كتاب الله عز وجل بالأحكام التي أمر بها المولى عز وجل. نختتم تلفناتنا مع الحاجة سنية من الشرقية، تفضلي. أنا آخر واحد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم، ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. بارك الله فيك يا حاجة سنية، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم ببركة القرآن العظيم أن يحفظكم جميعا، يا من يعني تم الرد عليكم، ويا من يعني نتأسف لعدم الرد على بعض الناس اللي بتتصل على طول طوال البرنامج وإحنا مش عارفين نرد عليهم من الزحمة بتاعة الاتصالات. برضو نسأل الله لهم الحفظ والتمكين والتوفيق والسداد والرشاد والعفو والعافية ببركة القرآن الكريم، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين ببركة القرآن العظيم، وأن ينعم علينا جميعا بالنظر إلى وجهه الكريم في الآخرة في الجنة في الفردوس الأعلى مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نقرأ ونرتقي ونرتل كما كنا نرتل في الدنيا،
كما نسأله سبحانه وتعالى لنا ولكم جميعا حسن الخاتمة. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وحتى يتجدد معكم اللقاء نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.